شو يعني؟ الزلمة جاي لهون؟ اليوم بيوصل لهون. ما بعرف ليش تصرفت هيك، وجوده هون خطر علينا كلياتنا. بعده عننا في خطر علينا أكثر من قربه مننا، هيك فينا نسيطر عليه. هذا مخه ما بيستوعب هيك قصص. إذا كان قريب منا رح نسيطر عليه بسهولة، وطالما رح يشتغل عنا بالشركة رح يكون تحت إيدنا ومنحسن نراقبه. رح نشغله شوفير هون، منعطيه شاحنة ومنخليه يسافر على أوروبا والبلقان، وكل سفرة من هدول بتاخد من 10 إلى 15 يوم على أقل تقدير. فكرة كتير حلوة خالي. هالتغيير أكيد رح يفيده ورح يتفتح عقله، ساعتها رح ينشغل عنا، وطالما إنه رزقته عنا هون بالشركة رح يفكر يحافظ عليها، لهيك بده يسعى ليكسب ثقة معلمينه. لساتني ماني مطمن له، كان فيك تلاقي لنا غير الحل. رفعت لاقي لنا غير هالحل، لاقي لنا حل أحسن ما تقعد تتفلسف وتنظر علينا. أنت شاطر بالحكي بس ما في فعل. تاركنا نحن نتكفل بكل شيء، ونحن يلي عم نركض من هون لهون مشان ما ينتشر الخبر بالجرايد. وما تنسى انه نحن كمان يلي عم نسعى لنقنعه لرشوان بيك. اللي انت وابنك شو عملتوا لهلا غير الحكي؟ بدل ما تقعدوا تعترضوا هيك، قولوا له لمنير الله يعطيك العافيه على كل شيء سوالكن اياه. لولا كانت البنت حكت كل شيء وعطت افادتها للشرطه كمان، وتعرف وقتها شو كان رح يصير فينا سيد رفعت. لكننا قدرنا نكذب القصه، ولكننا قاعدين هلا عم نحكي بهالشيء. معك حق بكل شيء، بس لا تقعدت بسبس لي. رح نشتاق للضيعة لبيتنا كثير. ما بظن نشتاق له. رغم كل شيء صار ما عم تسمع الكلمة، عم تتصرف على راحتها وكأنه ما في حدا معبي عينها. ليك المخلوقة واقفة قدام عيننا؟ أنا بشو عم أحكي وأنت بشو عم تحكي لمعي؟ قلي أنا كيف بدي دير بالي عليهم؟ شلون بدي لاقي بيت نسكن فيه؟ أنا ما بعرف حدا هون. لك شو هالمدينة هاي؟ الواحد بضيع فيها من عجقتها، وكل شي صار فينا بسببك انت، انت السبب ورا كل شنطتنا. لا وهلا بدك تروح وتتركنا، شلون بدنا ندبر حالنا نحنا؟ روح اذا حابب تروح، ما حدا ماسكك. اذا بدك ترجع بكلمتك انا كمان برجع بكلمتي، والقضية لسه ما تسكرت، برجع بفتحها وقتها منتحاسب. ميسر الله يعز السفينة هونيك. لما يتركني بهمي هلا. الو الو كريم. اهلين امي. كريم. ايه امي. شو بك؟ ليش عم تبكي؟ بدي اقول لك شغلي ابني كريم. شوفي كريم المعلم غالي. شو بو أمي؟ المعلم غالب حكى مع رفيق إله باسطنبول وأعطاني رقمه لتتصل فيه، قال إنه هالزلمة رح يساعدنا كتير باسطنبول. يساعدنا؟ إيه يساعدنا. أنا كمان جاي لعندك عاسطنبول،
بدي يكون جنبه. ألو سوزان، شو الأخبار؟ أنا جاي على الطريق هلا. شي ساعة بوصل، بدي أحكي لك كثير شغلات ما بتنحكى على التليفون. لا اطمني أنا منيحة. قلتيلي بس شو ساوي، أنا كنت مضطرة، كان لازم أجرب حظي. كأنه أنا شايفة كابوس، صدقيني بالضبط. فوراً ضبطت أغراضي وطلعت. لا موبايلي كان مسكر، هلأ فتحته لأتصل فيكي. ما بعرف ليكي، إذا اتصل ما بتعرفي شي عني ماشي؟ شو بيعرفني؟ قولي أي شي. يعني تصرفي يا أختي، اخترعي لك أي حجة. ماشي يلا، بس وصل لازم شوفك.